لسه مكملين كمان في العالمين، ومن المشروعات المهمة في العالمين الجديدة مشروع العالمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية. بيعتبر وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام. المشروع ده بيضم أكثر من 10,000 غرفة فندقية و3975 شقة فندقية، وكمان بيضم مارينا ومنطقة ترفيهية وأماكن لممارسة الرياضات المائية ومحلات ومطاعم. وخلونا نشوف دلوقتي في تقرير لجاي المشروع وصل لحد فين.